السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم. عندنا اليوم نموذج امتحان الرياضيات لتلاميذ سنة أولى ابتدائي. لقد وضعت لكم عدة نماذج هي موجودة في القناة، نتمنى أنكم تشتركوا في القناة وتدعموني بلايك وتفعيل الجرس. لاحظ معي الوضعية الأولى، هنا أرسم القريصات الناقصة أو أشطب الزائدة حسب العدد. هنا عندنا مجموعة قريصات، عندنا سوف نحسب الزائدة، سوف أشطب عليها وأترك العدد فقط. هنا عندنا خمس قريصات، لاحظ عندنا خمس قريصات والعدد هنا مذكور ثلاثة، إذا نحسب ثلاث قريصات ونشطب على الزائدة، واحد اثنان ثلاثة، سوف أشطب على اثنان قريصات. لاحظ معي هنا عندنا سبع قريصات، خمسة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، كم نضيف العدد ليصبح اثنان؟ خمسة، سوف أضيف قريصات اثنان كي يصبح العدد سبعة. لاحظ معي هنا عندي واحد، قريصة واحدة، العدد واحد، إذا قريصة واحدة، سوف أشطب على القريصات الأربعة، هنا أترك واحدة فقط. لاحظ معي هنا خمسة، سوف أحسب كم قريصة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، سوف أتركها خمسة. هنا تسعة، العدد تسعة، سوف أحسب إذا كانت القريصات عددها تسعة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، لا ليس عددها تسعة، إذا خمس قريصات، كم أضيف ليصبح العدد تسعة؟ خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، أضفنا أربع قريصات. هل فهمتم؟ لاحظ معي التمرين الثاني، الوضعية الثانية، هنا لون السيارة الرابعة في السباق. هنا عندنا مجموعة سيارات في سباق، إذا هنا الوصول، من تصل سوف تصل الأولى. أين هي السيارة الأولى في السباق؟ أين هي السيارة الأولى؟ السيارة الأولى هنا، والسيارة التي بعدها أين هي السيارة التي بعدها؟ لاحظ السيارة القريبة من السيارة، ها هي، هي قريبة وليست هذه. لاحظ الثانية هنا، الثالثة هنا، الرابعة هنا، ألونها بالأحمر. السيارة الرابعة سوف ألونها بالأحمر، قلنا لون السيارة الرابعة بالأحمر، سوف نلونها. أنا هنا لوننا السيارة الرابعة والأخيرة بالأزرق. أين هي السيارة الأخيرة؟ الرابعة، خامسة، سادسة، ها هي الأخيرة، سوف ألونها بالأزرق، إنها هنا في الأخير. لوننا السيارة الأخيرة بالأزرق والرابعة بالأحمر. الوضعية الثالثة، لاحظ معي، رتب الأعداد من الأكبر إلى الأصغر. هنا عندي مجموعة أعداد، أين هو العدد الكبير؟ هنا عندنا سبعة، عندنا اثنان، عندنا تسعة، عندنا صفر، عندنا خمسة، إذا تسعة هو العدد الكبير، سوف نرتبه من الأكبر إلى الأصغر. تسعة نكتبها هي الأولى، بعد التسعة العدد الكبير أين هو؟ العدد الكبير بعد التسعة توجد سبعة، بعد السبعة خمسة، بعد الخمسة اثنان، بعد الاثنان توجد صفر. هنا الوضعية الرابعة، أكمل ملء الفراغات. هنا عندنا مجموعة عمليات، نضيف العدد كي يصبح العدد ثلاثة، هنا زائد واحد، كم نضيف للواحد يصبح العدد؟ واحد اثنان ثلاثة، سوف أضيف اثنان. هنا ثلاثة كم نضيف لها يصبح العدد ثمانية؟ ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، أضيف خمسة، أحسب بأصابع يدي. سبعة كم أضيف لها العدد ليصبح عشرة؟ سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، أضيف ثلاثة. اثنان زائد كم أضيف يصبح ربع؟ اثنان، ثلاثة، أربعة، أضيف اثنان. هنا اثنان كم أضيف لها يصبح خمسة؟ اثنان،
ثلاثة أربعة خمسة، أضيف ثلاثة. هنا ثلاثة كم أضيف لها يصبح سبعة؟ ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، أضيف أربعة. لاحظ معي الوضعية الأخيرة خامسة. في العيد كان عند خديجة تسع بالونات، عندها خديجة تسع بالونات، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، عندها تسعة. فانفجرت خمس بالونات، خديجة عندها تسع بالونات لعبت بها، كما نقولوا طارت تقولها خمسة، فانفجرت خمس بالونات، وشطب البالونات المنفجرة في واحد اثنان. إذن تسعة ناقص، إذن قعدوا لها أربع بالونات، أربع بالونات بقي عند خديجة أربع بالونات. هذا هو نموذج في الرياضيات، انتظروني في نماذج أخرى، وبالتوفيق نتمنى منكم أنكم تدعموني بالاشتراك.